مازن اترفض من المستشفى؟ وجالي يتحايل عليا ويبوس ايدي ان انا ارجعه المستشفى تاني. وهو يبوس ايدك انت ليه؟ نعم. لا مش قصدي، انا عارف ان انت تقدري ترجعيه بمنتهى السهوله، بس انا مستغرب هو ازاي اتجرأ يطلب منك طلب زي ده، خصوصا ان الموضوع ده بعيد عنك انت خالص. مش بعيد عني خالص، انا اللي جرأته. يعني انا اللي جرأته؟ يعني انا اتفقت مع ان احنا الاتنين نوقعك، بس انا ما كنتش اعرف ابدا ان هو هيسرقك وياخد الفلوس يحطها تحت سريرك. والله العظيم ما كنت اعرف. طب اهدي اهدي عشان شكلك تعبانه. اهدي لو سمحت بقى، انا عايزه اتكلم معاك، انا جوايا كلام كتير قوي خانقني عايزه اطلعه ومش قادره، مخنوقه. قول اللي انت عايزاه. انا سامعك. انا مش عايزاك تسمعني يا دكتور، انا عايزاك تحس بيا، عايزاك تعرف ان انا جوايا بني ادمه نظيفه، انا مش وحشه قوي كده. انا لما كرهتك الكره ده كله بسبب اللي انت عملته، ولما شفت نفسي الكره ده في عين مازن قلت خلاص بقى كده بقت فرصه ليا ان انا اذيك زي ما كسرت نيت سارك. فهمتك يا شيرين هان. انا مش هانم ولا فهمت، انا مش هانم. ما تقوليش انا هانم كل شويه. هانم هانم شيري شيري. ما تقوليش هانم. ايه دي يا حبيبتي؟ هانم في البيت، هانم في الشغل، هانم في الشارع، هانم في كل حته. ايه الهرم ده؟ انا مش عايزه ابقى هانم دي تاني. شيرين كفايه كده بجد. انا الكلمه دي بتخضعني يا لوشي، انا الكلمه دي بتخضعني. مش كفايه ولازم يعرف ان انا كويسه؟ والله العظيم انا كويسه، انا ما بقديش حد والله. شيرين شيرين نهار اسود شيرين.